اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده يوم مصري اصيل، بس في نفس الوقت زي ما كنا احنا يعني زي ما احنا معودين حضراتكم، حتى الاكل المصري اللي بنعمله بنحط فيه تاتش صغير كده بيغير الطعم، بيخلي الطعم افضل، بيخلي الطعم مختلف شويه، هيخلي ليكوا بصمه مختلفه في المطبخ وبصمه مختلفه في العزومات اللي انت بتعملوها. النهارده انا هعمل لحضراتكم رقبه ضاني. الرقبه من القطعيات بتاعت اللحوم الحلوه جدا، ليه؟ علشان قريبه من العظم، دايما اللحم القريب من العظم بيبقى طعمه حلو قوي. فانا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل عشان نشوف قصه الرقبه وازاي هنعمل رقبه طعمها حلو جدا. في ناس ما بتحبش اللحم الضاني كتير، انا شفت ناس كتير ما بتحبش اللحم الضاني، بس انا عايز اقول لكم على حاجه. انا زمان ما كنتش بحب طعم ونكهه اللحم الضاني، بس لما جربت ان انا اعمل اللحم الضاني بشكل مختلف، بنكهه مختلفه، بطعم مختلف، بحط فيها النكهات اللي انا بحبها، لقيت ان طعمها حلو جدا. فانا عايز حضراتكم برضو ايه، تدوا نفسكم فرصه تجربوا. لو في حاجه ما بتحبوهاش وانتوا مستقرين ان انتوا ما بتحبوهاش، خلاص ادوا بس نفسكم فرصه كده، جربوها بشكل تاني، جربوها بطعم تاني، جربوها بطريقه طبخ تانيه. ده اللي احنا هنعمله النهارده في الرقبه، واوعدكم ان اللي ما بيحبش اللحمه الضاني هيحب الرقبه الضاني دي جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هقول لحضراتكم دلوقتي المقادير بتاعتها وبعدين نشوف هنطبخها ازاي بالظبط. يلا بينا. الرقبه الضاني هنجيب رقبه ضاني او نص رقبه، لان الرقبه هتبقى كبيره شويه على 3 4 اشخاص. ثوم مفروم، جنزبيل فريش مفروم، زيت، معلقتين زيت كده نباتي، يعني زيت زيتون، زيت عباد شمس، زيت ذره، على حسب المتوفر عند حضراتكم. رقبه ضاني، اعواد قرفه، فصوص ثوم تكون مفرومه، حبهان مطحون او حبهان سليم، هقول لكم هنعمل ده ازاي لو مطحون وده سليم ازاي. زعفران، شعرتين زعفران بس عشان الزعفران غالي. ورق لورا، بقدونس مفروم، لوز محمص، ولوز لوز مش محمص، الوصفه دي فيها لوز مطحون، مرقه لحمه وشويه زبيب. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه هعملها لازم ان انا اسخن الحله كويس، عشان كده انا ولعت على الحله او الطاسه وسخنتها كويس جدا، هي دلوقتي سخنه. هجيب شويه زيت عشان يبقوا جنبي وانا شغال. عايز اعمل ايه دلوقتي بقى؟ عايز اجيب اللحمه دي وهتبل اللحمه بالملح والفلفل. يلا بينا نعمل كده. هاخد شويه ملح هنا وشويه فلفل اسود، وليه جبت طبق تاني؟ علشان اقسمهم على طبقين علشان يبقى الموضوع اسهل لي واسرع. هاخد بقى شويه ملح من هنا كده اهوت، شويه فلفل اسود تاني، وابتدي ان انا بقى ايه اقلبهم كده عشان يبقوا واخدين ملح وفلفل من جميع الجهات. هل ده الملح والفلفل الوحيد اللي انا هحطه في الوصفه؟ لا، ده تتبيل مبدئي كده، علشان وانا بشوح وانا بحمص في النار دلوقتي يبقى في طعم الملح والفلفل مع التشويح، غير الملح والفلفل اللي انا هضيفه في الاخر. طب هعمل ايه؟ هجيب الزيت وهحط هنا شويه زيت في الطاسه، والطاسه سخنه جدا وانا محتاجها تكون سخنه جدا. ليه محتاج كده؟ علشان اخد اللون الحلو البني بتاع التشويح بتاع اللحمه، ده اللي هيدي الطعم، اللون هو الطعم. حلو قوي كده. اروح جايب بقى قطع اللحمه واروح ايه اسيبها بقى تركض في سلام في الطاسه. هي مش هتركض في سلام قوي لان هي هتتشوح جدا والطعم اللي جواها هيطلع. وبعدين اخد، ممكن اخد واحده كمان او ممكن اخد القطع الصغيره دي واحط دي كمان هنا. مش عايز املى الطاسه، شايفين انا لسه عندي قطعتين تاني من الرقبه اهم، القطعتين دول مش هحطهم على بقيه الرقبه اللي انا بحمصها او بشوحها. ليه؟ لان انا لو عملت كده هبرد الطاسه، درجه حراره الطاسه هتنزل فمش هيحصل تشويح، اللحمه هتنزل ميتها وانا مش عايز اللحمه تنزل ميتها ابدا. طيب تعالوا نبص عليها بصه كده، نشقر عليها كده ونشوف اخبار لونها ايه. لسه شويه هتاخد لون اكتر كمان من كده. ممكن بس ابعدهم عن بعض كده. حلو جدا. تعالوا نشوف بقيه مقاديرها ايه وازاي هنوصل للطعم ده. في بصل وفي ثوم، دول هيبقوا في مرحله التشويح بعد ما نطلع اللحمه. وعندنا المرقه دي هتحط اخر حاجه، المرقه هي اللي هيستوي فيها اللي هتستوي فيها الرقبة الضاني. في نفس الوقت انا مش هحط صلصه طماطم في الوصفه دي خالص، انا هحط مرقه بس، فهو مش هيبقى طاجن احمر، بس انا هحط زبيب. الزبيب لما بيخش في الطاجن، لما بينزل على النار سواء يتحمر او يخش في طاجن فيه سائل ويخش فتره طويله في الفرن، بيكتسب ميه، لان الزبيب ده هو عباره عن عنب، بس العنب ده مجفف. حلو.
لما بيتعرض لحرارة والمية بيبتدي يشرب تاني مية، فحجمه بينفش، غير طبعا طعمه ان هو طعمه حلو جدا، دي قصة تانية. طيب هبتدي بقى دلوقتي اشوف اللون ايه. الله، اللون ده حلو بقى عندي هنا، لون متشوح، لون متحمر، يعني ده معناه طعم حلو جدا. طيب تعالوا نشوف دي اخبارها ايه. برضو دي بقت كويسة جدا، الصغيرة دي اخبارها ايه. تمام تمام. دايما قطع اللحم القريبة من العظم بيبقى طعمها حلو. ليه؟ علشان اصلا الطعم بتاع الاشياء، طعم بتاع مثلا الحيوانات عامة، يعني طعم الكندوز او طعم البتلو او طعم الفراخ او طعم السمك، الطعم بيبقى اصلا مركز جدا عند الحتة بتاعت اللحم. فكل ما تقرب من اللحم كل ما تلاقي الطعم حلو. فمثلا هتلاقوا دايما ان طعم الريش حلو. ليه طعم الريش حلو؟ عشان هي قريبة، قطع لحم صغيرة وقريبة جدا من العظم، علشان كده كمان الرقبة طعمها حلو. طيب انا دلوقتي كفاية بالنسبة لي كده، حلو قوي. هجيب طبق، نجيب طبق تاني احسن، نجيب طبق ونطلع فيه اللحمة المتشوحة. تشويحة كده سريعة، خدت بس لون يدوبك كده. هطلع اللحمة اللي انا شوحتها واحط اللحمة اللي انا لسه ما شوحتهاش. هاخد اللحمة دي وانزلها هنا اهوت، مش محتاج احط زيت تاني، الطاسة لسه فيها زيت. وبعدين هحط كمان القطعة دي. انا معلي درجة الحرارة عشان انا محتاج درجة الحرارة تكون عالية علشان يحصل التشويح. نوصل بس كده الحلة وبعدين نبص ايه الاخبار. اللحمة الضاني كمان نسبة الدهون فيها تبقى عالية شوية، فاحنا بنطبخها مش هنحتاج نزود لها دهون كتير، مش هنحتاج نزود زيت كتير او سمنة كتير، خلينا نستفيد بالدهون اللي بتنزل من اللحمة نفسها، دي كمان بتبقى أطعم وطعمها حلو. نقلب كده تقليبة وبعدين نبص بص سريع، هل بدأت بدأ يتشوح، بس لسه أنا عايز لون أغمق من ده، عايز لون أقوى من ده كمان. هسيبها كده دقيقة هنا وهقرب بقى المقادير، بقية المقادير اللي هتساعدني إن أنا أشوح. هاخد بقى هنا ورق اللورة، وهاخد الحبهان، وهاخد القرفة الخشب، الثوم المفروم والثوم الصحيح هنا، الزعفران، ورق البقدونس، واللوز المطحون. في بس نقطة مهمة عايز أقول لكم عليها. تعالوا ناخد معلقة من المية السخنة اللي بتغلي دي، صغيرة كده، وأروح بيها عند الزعفران وأحط المعلقة دي على الزعفران. ليه عملت كده؟ علشان أنا عايز أطلع اللون اللي جوه الزعفران، اللون ده لازم يطلع في ميه سخنه، عشان كده انا جبت شويه ميه سخنين وحطيتهم على الزعفران وهسيبهم لغايه ما يجي دورها ان هي تنزل في النار. يلا نقلب دلوقتي. تمام، اللون بدا يبقى ذهبي وحلو هنا وهنا كمان. هنسيبها دقيقه كمان بس على الجنب ده قبل ما نبتدي نحمص، او قبل ما نبتدي نشوح البصل، وقبل ما نبتدي نشوح الجنزبيل الفريش. الجنزبيل الفريش انا بحبه جدا في الاكل، بيصحصح الاكل، وكمان لايق قوي على اللحمه الضاني. لو جربتوا تحطوا جنزبيل فريش في طبق يكون لحمه ضاني هتلاقوا ان الطعم غني جدا، طعم قوي جدا، الاثنين لايقين على بعض لان الاثنين اقوياء جدا. حلو قوي كده. ممكن دلوقتي اطلع اللحمه ومكانها بقى هبتدي اشوح. طلعت كده خلاص كمية اللحمة اللي أنا شوحتها، وبعدين هجيب البصل هنزله هنا. أيوة بالظبط، الله ينور عليك. هقلب وبعدين هحط دلوقتي الجنزبيل وابتدي بقى أشم ريحته القوية جدا الغنية جدا. هقلب تقليبة، شايفين مفيش زيت في الطاسه اصلا، مفيش زيت كتير، انا مش محتاج لان خلاص اللحمه دي لسه مليانه دهون، الدهون دي لسه كلها هتنزل في الطبخه اللي انا هطبخها. وبعدين هروح مقلب ومطمن ان انا بقلب كويس وان كل المكونات بتختلط مع بعض وان الريحه بتطلع. الريحه زي ما كنت قلت لحضراتكم قبل كده بتبقى كامنه جوه المكونات، البصل ريحه البصل جوه البصلايه نفسها، ريحه الجنزبيل جوه الجنزبيل نفسه. انا محتاج احرر الريحه دي، محتاج اطلع الطعم القوي اللي جوه الجنزبيل، محتاج اطلع الطعم القوي اللي جوه البصل. ده بيطلع ازاي؟ ما بيطلعش بالسلق،
ما بيطلعش بان انا احط ميه واسيبها تنزل طعمها، لا، الطعم بيتعزز والطعم بيحرر عن طريق التشويح اللي انا بعمله ده كده. التشويح ده هو اللي بيطلع الريحه ويطلع الطعم. طيب هستمر في التقليب. دلوقتي هحط الزبيب. يبقى انا كده حطيت البصل وحطيت الجنزبيل الفريش، ودلوقتي حطيت الزبيب، وهجيب بقى شويه ملح وفلفل. هحط ملح، فلفل اسود خفيف مش كتير، وهقلب تقليبه. شايفين بقى الحاجات اللي لزقت تحت دي؟ دي هيبقى طعمها حلو قوي لما نيجي نسوي. نقلب طيب. دلوقتي هحط الحاجات اللي ريحتها حلوه، اللي هتدي ريحه وطعم حلو. بس قبل ما اعمل كده هحط التوم، والتوم دايما بخليه اخر حاجه في التشويح عشان التوم بيلسع بسرعه. فمحتاج اقلب تقليبه وما سيبوش كتير بقى يغير لونه. اروح جايب بقى ايه، جايب القرفه الخشب حطيتها، وجايب ورق اللورا، وجايب الحبهان. لو احنا هنحط ده حبهان حب، لو هنحط حبهان مطحون نحط كميه صغيره. طيب هعمل ايه تاني بقى دلوقتي؟ هقلب تقليبه سريعه، مش عايزين نشوح كتير بعد ما حطينا التوم. بعد كده هجيب فص من التوم، وهجيب السكينه، وهاخد التوم ده احطه هنا، وبعدين هقطع من التوم ده شرايح. الشرايح دي بقى، شرايح كمان، ناخد اخر واحده واخدهم، ومش هسيبهم يتشوحوا، انا عايزهم زي ما هم كده. هاخد التوم ده واروح حاطه هنا، وهقلب تقليبه. شرايح التوم هتبتدي تطلع ريحتها بسرعه جدا. هقلب تقليبه سريعه. شايفين في جوه احتفاليه، جوه الطاسه في حفله من الاطعمه، في نكهات كتير جدا. هعمل ايه؟ هروح جايب بالظبط في مهرجان على راي احمد. هجيب الشوربه هحطها، هحط شويه صغيرين الاول، وهستفيد بان انا حاطط شويه صغيرين ان انا بقى ايه، احرك المعلقه كده واطلع الاطعمه اللي لازقه. نقلب تقليبه سريعه، نقلب ونحرك ونطلع اللي لازق اللي طعمه حلو. بعدين خلاص طالما طلعت واطمنت ان انا طلعت الاطعمه، هروح مكمل بقيه الشوربه، واروح جايب بقى كمان الزعفران. هقلبه تقليبه واروح حاطط الزعفران كمان هنا. لو احنا ما عندناش زعفران يا جماعه مش محتاجين نحطه، مش هيفرق. هيفرق طبعا شويه في اللون وشويه في الطعم، لكن مش يعني مش خطير جدا، ممكن ما نحطش الزعفران. قلبت تقليبه حلوه. دلوقتي هرجع اللحمه تاني تعوم بقى في الخلطه الخطيره دي. نحط اللحمه اللي احنا شوحناها تشويحه سريعه، ما غمقناهاش قوي لكن شوحناها علشان نطلع منها الطعم الحلو. نحط بقيه اللحمه. ممكن بقى عندكم اختيار من الاثنين، يا اما ان انتوا تسووا الطبق ده جوه الحله زي ما انا كده هبدا، بس انا مش هنتهي كده، هعمل حاجه مختلفه هقول لحضراتكم عليها. يا اما ان انتوا تقدروا ان انتوا تاخدوا ده بعد ما ياخد غلوه تاخدوه في الفرن وتكملوا تسويته في الفرن، هيدي طعم حلو جدا برضو. طيب هاخد بقى انا شويه ميه مغليه وازودها هنا اهوت. حلو قوي كده. يبقى انا حطيت ميه وحطيت مرقه، وبدات يعني الاول بالمرقه وبعد كده حطيت ميه. ده هقفل عليه وهسيبه وهروح اعمل الرز بسرعه جدا. يلا هقول لحضراتكم مقادير الرز ونبتدي فيه سوا مع بعض. يلا بينا. الرز اللي باللوز وكمان بالرمان. يلا نشوف هنعمل ايه بالظبط. المقادير: نص كوبايه لوز مقشر محمص، كوبايتين رز بسمتي، نص معلقه كركم، معلقتين زيت زيتون، نص معلقه كراويه. الكراويه في الرز ده خطيره. نص معلقه كراويه، بقدونس مفروم، عود زعتر اخضر، معلقتين قشر ليمون او بشر الليمون، ربع كوبايه عصير برتقان، كوبايه حبوب رمان. رمان هنجيبه ونفصصه ونستخدمه. نص كوبايه بصل اخضر متقطع شرايح، وهقول لكم الرمان والبصل الاخضر هنعمل بيهم ايه بالظبط. خلونا بس نلم ده، مش محتاجينه دلوقتي، وبعدين هقول لحضراتكم هنعمل ايه بالظبط. عايز اقول لكم حاجه،
البقدونس. حاضر. البقدونس انا لسه ما حطوش على اللحمه، ليه؟ مش عايزه يسود. احط البقدونس على اللحمه قبل ما اطلع من الفرن، او قبل ما اطلع من على النار بدقيقتين ثلاثه بس، عشان ياخد الطعم من غير ما يسود. هنطلع فاصل. بالظبط، هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم نشوف ازاي هنعمل الرز. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. رجعنا من الفاصل عشان نشوف ازاي هنعمل الرز اللي بالكراوية وبالرمان وباللوز. ازاي الرز ده هيبقى شكله عامل ازاي، وهيبقى طعمه عامل ازاي، وازاي طريقه الطبخ بتاعته نفسها. يلا بينا. هاجي هنا وهجيب الزيت. اقدر احط زيت نباتي، انتوا عايزين تحطوا زيت زيتون ما عنديش مشكله، عايزين تحطوا زيت عباد شمس مفيش برده اي مشكله، زيت ذره زي الفل. الزيت اللي متوفر عند حضراتكم ما عندناش فيه مشكله خالص. طيب هنعمل ايه؟ حضراتكم شفتوا ان الوصفه دي ما فيهاش بصل مفروم ولا ثوم مفروم. طب وبعدين الطعم هيجي منين؟ الطعم هيجي من الكراويه. الكراويه المطحونه هي اللي هتدي الطعم. حته حلوه جدا. بعمل ايه؟ انا عايز اخد طعمها بس مش عايز احرقها في نفس الوقت. فهعمل ايه؟ في كمان في الوصفه شويه كركم. هعمل ايه بقى؟ خلينا نشوف هنعمل ايه بالظبط دلوقتي. هجيب الرز واخليه جنبي، وبعدين هحط الكراويه، مش هسيبها كتير، هقلبها تقليبه سريعه جدا، مش عايزها تمرر كده. ريحتها طلعت وبقت زي الفل. هروح حاطط على طول الرز. يبقى انا كده حطيت الكراويه على الزيت السخن وما سبتهاش كتير عشان ما تمررش، وبعدين على طول رحت اقلبها. رحت حاطط الرز اصلا. هقلب تقليبه سريعه كده. الرز بيتحمص، وهو بيتحمص هديله شويه الكركم. نقلب تقليبه كمان، وهو بيتحمص برده هروح اجيب شويه ملح وفلفل، واحط عليه ملح واحط عليه فلفل اسود. ملح فلفل اسود. الرز ده ممكن احط عليه مرقه، او ممكن احط عليه ميه. انا هحط عليه ميه لان انا كمان هحط عليه عصير برتقال، فمش محتاج ان انا احط عليه مرقه. هقلب. تخيلوا ده كده رز بالكراويه والفواكه. عصير برتقال، وكمان هيتحط عليه رمان، حبوب الرمان. هقلب تقليبه سريعه كده. بالنسبه لي كويس جدا. ايه بقى اللي محتاج احطه دلوقتي؟ عندي دلوقتي زيت الليمون اللي هو قشر الليمون ده. بيبقى عباره عن ليمونه بناخد القشره الخارجيه بتاعتها. هنحاول بس ما ناخدش من الابيض قوي عشان الابيض بيبقى مر. انا هاخد بس قشور صغيره من الليمون كده. هحط دلوقتي زيت الليمون. ليه حطيته دلوقتي؟ عشان عايز طعمه يطلع، واي حاجه عايز طعمها يطلع بشكل قوي لازم احطها اثناء التشويح والتحميص. وهقلب تقليبه. هقلب تقليبه سريعه. وبعدين هجيب عصير الليمون، عصير البرتقال، واحطه واحط الميه كاني بقى بسوي رز بشكل طبيعي جدا ما فيهوش اي مشاكل. هحط الميه. ممكن ازود ميه بارده عادي مش مشكله. اقلب بس تقليبه عشان اشوف محتاج احط ميه قد ايه. مش محتاج احط كتير، احط بس ايه شقشوق ميه صغير كده، شويه ميه. حلو قوي كده، جميل جدا. بس كده حلو قوي. هقفل على الرز واسيبه يتشرب. وبعد ما يتشرب لاحظتوا ان انا لسه ما حطيتش ولا البقدونس المفروم، ولا حطيت الفلفل الاخضر اللي انا مقطعه شرايح، ولا حطيت الرمان، ولا حطيت اللوز. كل ده هيتحط في النهايه قبل التقديم وانا طالع من على النار، وهقلب ده كله مع بعضه قبل ما اغرف على طول. طيب انا دلوقتي هغطي الرز زي ما كنت بقول لحضراتكم، هسيبه يتشرب وبعد كده اوطي عليه. انا بخلي درجه حراره متوسطه لغايه ما يتشرب وبعد كده بوطي عليه. طيب كده حلو قوي. انا دلوقتي هسيب لازم نبص برده بصه كده على الرقبه. بصوا كده الرقبه بتغلي الغلوه بتاعتها كده. بالنسبه لي الغلوه دي اقدر بعديها احط الرقبه على طول في الطاجن. تعالوا بقى نجيب ده، ناخد بقى ايه قطع اللحمه. نقرب بس الاثنين دول مع من بعض. نجيب قطع اللحمه نحطها هنا. ريحه بقى انتوا مش متخيلين هي عامله ازاي. كل الاطعمه اللي احنا حطيناها سواء بقى كانت بصل او كانت كرفس او كانت حبهان او كانت جنزبيل فريش، بصل مفروم، ورق لورا، عيدان، قرفه خشب، كل ده مجتمع مع بعض ومطلع ريحه منسجمه جدا مع بعض.
هحط هنا قطعة اللحمة دي الأخيرة، وبعدين هقلب تقليبة للسائل ده، وهاخد السائل أحطه على طول هنا. اتفضل بقى شوية الزبيب اللي تحت دول، هبتدي أنثرهم كده. ممكن بقى كمان إيه ناخد شوية كده اهوت. كل الاحتفالية دي احتفالية كاملة في نفس الحلة. طيب، وبعدين هنزل بقى الحاجات اللي أنا عايز طعمها يطلع تحت، فهنزل القرفة تحت تحت سطح المية، تحت سطح الشوربة. حلو، نزل برضو دول كده اهوت، مش عايزين برضو نسيب حاجات تتحرق فوق، بس كده حلو قوي. الزبيب ينزل، الزبيب لازم ينزل. وبعدين حالا هحط الطاجن ده في الفرن، درجة الحرارة في الأول عالية شوية، بعد كده نهدي ونغطي عشان المباراة يستوي، عشان الطاجن الرقبة يستوي كويس. هقول لكم على طريقة تسويته حالا. تشويح في الأول، شوحنا، بعد كده حطينا، شوحنا اللحمة طلعناها، حطينا البصل وحطينا الجنزبيل، حطينا الثوم، حطينا بقية المقادير، وبعدين قلبنا تقليبة حلوة عشان كل ده يتشوح مع بعضه. وبعدين بدأنا نصب الشوربة. لما خدت غلوه حطيتها في الطاجن. عشان يستوي كويس في الطاجن محتاج اعمل ايه؟ محتاج في الاول هحطه على درجه حراره عاليه ياخد لسعه حلوه، بعد كده اطلعه اغطيه فويل واسيبه يستوي براحته، لان التسويه هتتم كلها في الطاجن، هتتم كلها في الفرن، فمحتاج ياخد وقت كافي، محتاج على الاقل ياخد ساعه وربع، ساعه ونص على الاقل، في درجه حراره مثلا 170 بتغطي بفويل، بعد كده يطلع يتشال الفويل ويتقدم، وهنشوف بعد ما يخلص هيكون شكله عامل ازاي بالظبط. الرز على النار بيتشرب دلوقتي، لسه ما تشربش، ريحته حلوه جدا، ريحه اول ما فتحت الحله طلعت عليا على طول. عايز نديله تقليبه كده حلوه. الرز بقى اخر حلاوه. هطلع بيه من على النار. بعد ما طلعت بالرز من على النار هحط عليه نص كمية رمان، وهحط عليه نص كمية البقدونس، وهحط عليه نص كمية الفلفل. على ايه يا احمد؟ مش سامع. لا لا شغال. هقلب تقليبة. بصوا بقى الرز بقى لونه عامل ازاي، ده غير طبعا طعمه، ده غير شكله. نقلب تقليبة كويسة. كده جاهز للتقديم، يتحط عليه بس شويه من اللوز المحمص، ده لوز متقشر متقطع رفيع ومتحمص، هنعمل ده دلوقتي حالا. خلينا بس نجيب طبق للتقديم. هبتدي ان انا اغرف الرز عشان عايز اغرف كمية كبيرة، عشان كده بغرف بالحلة نفسها. لو عايز كميات اصغر اغرف بالمعلقة. ممكن بقى اللي انا هشيله بس هو لو في زعتر اخضر او حاجة، عشان ده مش هيتاكل زي ما هو، لكن البصل انا اللي حاطه، احنا اللي مختارين ان احنا نحطه، والرمان احنا اللي حاطينه، والبقدونس احنا اللي حاطينه برضه. خلينا نكمل غرف الطبق دوت. كده حلو جدا، ده مش محتاجينه خلاص. هنطلع بده من هنا، وبعدين هجيب اللوز المحمص واحطه حوالين الرز هنا. وشويه كده من الرمان، دي معلقه. كده من الرمان فوق عشان يبقى معروف ان ده رز بالرمان. وهحط دلوقتي
شويه من البقدونس الصغيرين كده، والبصل هحطه هنا على جنب كده في جنب واحد بس، مش محتاج كذا جنب. والطبق ده هاخده هحطه على السفره، وبعدين نروح نشوف حالا طاجن اللحمه اخباره ايه علشان نقدمه برضو. يلا بينا نطلع طاجن اللحمه. انا بطلع دلوقتي طاجن اللحمه من الفرن. طبعا احنا في الحقيقه محتاجين وقت اكتر من كده شويه، فانا عايزكم تسيبوه كمان في الفرن طبعا وقت اكتر من كده شويه.